نشيب المجوز يا عمود ورأس ام عيون السود. ام العيون السود رحلت عن عالمنا، الشحرورة، الصبوحة، شمس الشموسة، ألقاب كثيرة اشتهرت بها الفنانة اللبنانية صباح التي شغلت العالم بفنها وأخبارها وكانت مادة دسمة للصحافة طوال 6 عقود. بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح في المدرسة، ومن ثم انتقلت إلى الغناء في مناسبات وطنية واجتماعية، حيث فرضت نفسها على الساحة الفنية. رغم العقبات التي تخللت مسيرة الصبوحة في حياتها الخاصة والفنية، إلا أنها أصرت على تحقيق الشهرة خارج بلدها لبنان، وكان طموحها عاصمة الفن العربي القاهرة. صباح كانت من أوائل المطربات اللواتي أدخلن الأغنية اللبنانية إلى مصر ما لم يفعله آخرون من قبل، كما غنت على مسارح عربية وعالمية. وفي مصر وقفت الشحرورة أمام كبار نجوم السينما المصرية، إذ شاركت في عدد كبير من الأفلام التي تعتبر الشحرورة أحد نجماتها، حيث بلغ رصيدها من الأفلام 83 فيلما و27 مسرحية لبنانية وأكثر من 3000 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية. بهدوء رحلت الفنانة صباح، ووصيتها لجمهورها ألا يحزن بل أن يرقص ويفرح برحيلها كما كان فرحا بوجودها. كانت تلك آخر كلماتها، كلمات تشبه صباح حتى في الوداع. حبت الحياة بكل جوارحها، بجنونها وأفراحها وأحزانها. لم تفارقها أضواء الشهرة لا في حياتها الصاخبة ولا في مسيرتها الفنية التي امتدت عقودا كثيرة. عملت أسطورتها مش بالانفصال عن الناس، بالتشابه مع الناس، ولذلك منشوف حالنا فيها بصراحتها، بطيبتها، بعفويتها، والمناسبة كانت كريمة وكانت تعطي كتير، ما خلت شيء لإلها، أصلا ماتت فقيرة، لأنها كانت صباح بمحل معين بتشبه الطبيعة. باكرا بدأت الشحرورة مشوارها الفني، ولفتت انتباه المنتجة السينمائية آسيا داغر التي كانت تعمل في القاهرة، فوقعت معها اتفاقا لإنتاج 3 أفلام دفعة واحدة. بصوتها وحضورها رسمت صباح مسيرتها الفنية، 83 فيلما مصريا ولبنانيا و3000 أغنية، نتاج تخطت فيه حدود الوطن الصغير، فانتشرت شهرتها عالميا. صباح كانت علامة فارقة في عالم الفن العربي واللبناني، كانت علامة، أسطورة حقيقية سطرت بمجدها الفني أجمل الصفحات الفنية في لبنان والعالم العربي والعالم. أخذوا الريح وأخذوا الليل. لم تغرها الشهرة ولا الأضواء، هكذا كانت صباح التي شاركت الناس نجاحاتها وعثراتها لتصبح أيقونة لمحبيها في العالم العربي. بشرى عبد الصمد، الجزيرة، بيروت.